أهلا مجددا مشاهدينا في ساعة ثانية عبر صباح الشروق، ولسه في حديثنا عن إدارة الأزمة. في كذا مقولة بتقول فعل يرى خير من ألف كلمة تقال، وإحنا الآن مرآتنا الحقيقية كلها أزمات، سواء كان بالنسبة للمواطنين أو الجهات المسؤولة، سواء كان المركبات أو السيارات اللي بيركبوها المسؤولين. ذكرنا تحت هو هي مظلة لكذا فيها سواد، لربما السواد ده برضو يعمل قلوب ويعمل أنظر شوية كده. فزمان كان الملوك أو غيره من الحكام هم كانوا على أرض الواقع بيمشوا كل المحال التجارية الأسواق وكده عشان يتعرفوا على طبيعة المواطن ومشاكله وبيجوا بحلوها بعد ذاك. فده محور طوالي دكتور سامر، رحب بك مرة تانية. دور المسؤولين شنو الآن؟ لأن احنا ما عايزين هم فقط واجهة وينظروا لبعض المؤسسات أو الوزارات، هم فعلا يكونوا على أرض الواقع ويبصروا المشاهد بالحقائق الموجوده عشان هو برضه يكون معاهم في الصوره، يعني بيتعاملوا بمصداقيه مع الازمه. يعني طبعا المصداقيه مهمه في اداره الازمه. ليه؟ عشان انا لما تيجي تكلمني بالمعلومات الصادقه عليك، حتى لو المعلومات لو صادمه، حتى المعلومات لو كانت يعني صعبه ان تقبلها على الانسان، لكن انا في النهايه بكون عارفه موطئ غدمي، يعني عشان انا اجيب في هذه الحته انا بحس انه يعني تدس المعلومات او انك انت يعني تكذب في المعلومه، لا تكون في مصداقيه. يجي المسؤول بكل شفافيه يقول هذا، حتى لو اخطا في جهه من الجهات، في تقصير في مكان ما، يجي يتكلم بكل مصداقيه عن هذا التقصير واسبابه ويحاسبوا الجهه اللي قصرت. ليه؟ لانه من امن العقاب اسعى الادب. دي مهمه جدا. المسؤولين لابد انهم ينزلوا الى ارض الواقع. انت كمسؤول عن الـ عن الـ عن, الـ عن مثلا عن الجانب الصحي، امشي حوم المستشفيات دي، شوف المستشفى المقفله، شوف المستشفى الشغاله، شوف الدواء في الصيدليه موجود، شوف الدواء ما موجود. كل يوم انت شغلتك شنو؟ المكاتب دي قفلوها، انا افتكر المكاتب دي تقفل نهائي، وكل يوم عمل ميداني، نهائي عمل ميداني. امشي حوم مستشفى، كل يوم اعمل لك جدول، كل يوم حوم في امشي لمكان معين يتفقدوا على ارض الواقع، شوف المشاكل عشان بكره ما ينتقدوك في الفيس وينتقدوك في النت وينتقدوك في التلفزيون ويقول لك انك انت ما شايف شغلك او انت الناس اللي حوالين، الرجال اللي بيكون دائما حوالين المسؤول ده هم بيزوروا لي الحقائق دي قناعتي في الحياه. عشان كده الانسان كله ما شاف بعينه، كله ما عرف تفاصيل الحاجه كويس، كله ما امن بالمشكله، كله ما سعى للحل. دي حاجه مهمه. الحاجه الثانيه انك انت لابد انك انت تتفقد الاسر المتعففه، تنزل الاسواق برضه. الاسواق قال لي انه مثلا انا مسؤول من جهه معينه، قال لك احنا والله الناس في جهه المقاومه او الجهه المسؤوله قالت لك احنا مثلا الحته دي غطيناها، امشي عشوائي، خش عشوائي البيوت اسال، قول لهم انتوا صحيت دوهم، عشان بكره ما يطلعوا في التلفزيون ويقول لك والله المسؤولين دول كذابين، والله احنا ما جاتنا اي حاجه وما جانا اي دعم وما جاء. عشان انت تكون عارف اللي اشتغل منه واللي ما اشتغل منه، اللي قدمت له الدعم منه واللي ما قدمت له دعم. المصداقيه هنا بتخفف من حده التوتر. الانسان لما يشوفوك معاهم قاعد معاهم ومتعايش معاهم وداخل معاهم وشايفينك هنا، ده الناس شويه قلبها بيكون شنو؟ بيتلف حوالينك وبتحاول انها هي معاك انها تصبر. الانسان محتاج يصبر، صح؟ الصبر ده ما بينفع الا لما انا اشوف الانسان المسؤول مني شغال معاي، واقف معاي على قلب رجل واحد على سنه هو يطلعني من المشكله انا موجوده فيها. طيب احنا دايرين نتكلم عن الاعلاميين. الاعلاميين دور كبير جدا بالمناسبه في اداره الازمه اللي احنا موجودين فيها. اول شيء التصريحات بتاعتهم لازم تكون تصريحات مسؤوله جدا وتكون دقيقه. المعلومات اللي بيجيبوها عن الكورونا وعن لازم تكون دقيقه جدا، هي ما اهواء شخصيه، تكون هي عباره عن معلومات من موثوق منها، من مصادر موثوقه. وانا شايفه ان وزاره الاعلام عملت لها منصه عديده كده لان هي تتلقى تتلقى عن طريقه انك داير احصائيات، داير معلومات، داير بتاخذها. فحتى في الفيس وحتى في اي مكان لابد يكون هم عندهم توعيه كويسه جدا لكيف اداره هذه الازمه. بعدين يعني معلش انا ممكن اقول القنوات الغنى الكثير دي خلوه، يعني نصيحه اقولها، يعني ده ما يعني احنا محتاجين اي جزء من الترفيه، لكن احنا محتاجين لبرامج تكون تلامس مشاكلنا، ورونا احنا كيف. عشان انا لما اجي اتفرج اشوف الزول ده والله فشاني، وراني بعمل في شنو، لكن لما تجي كلها غنى ورقيص واحنا في جائحه واحنا في ازمه شديده جدا واحنا في تازم، فانت وريني قول لي يا اخي امشي افقي سولك، يا اخي امشي ادير رئاتك، يا اخي دبر حالك، يا اخي اقعد اكل واشرب بالقليل الموصول لحد بكره. يعني وريني انه اي نعم الوضع صعب شويه، لكن لما تيجي تغرق خارج السرب كده، فالحكايه دي بتخلي الانسان ينصرف من وسائل الاعلام، بده يفتش له على اماكن اخرى انه هو يلقى فيها متنفس او يلقى هنا بتفشته شويه. نعم دكتوره ساره، والله شكرا لك كثير جدا، ونتمنى نكون قدرنا وصلنا حاجه للمشاهد وللمجتمع السوداني بالمسؤولين كذلك، ونتمنى زي ما ذكرت المسؤولين ينزلوا ارض الواقع. ايوه دي زي ما ذكرت حمزه، يعني ما قادر تنزل اتنكر
اذا حاسس انه انت وجودك في مكان معين مشكله مثلا اتنكر وانزل الاسواق اسال للاسره المتعففه شوف الحاصل شنو في المستشفيات وغيره. احنا شكرا لك كثير جدا دكتوره ساره ابراهيم خبيره الاعلام المجتمعي على هذه المساحه الجميله. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا. واتمنى انه نتلغي في المساحات يعني ونكون اكثر افاده للمجتمع وللمشاهد باذن الله. باذن الله.